الخبر الاول اللي عدنا انا احمد ابو الروب وشنو صار بياه. فاحمد ابو الروب نزل شويه ستوريات يقول بيها انه هو مريض، ممكن هذا السبب اللي خلى دي ينزل فيديوها شويه باليوتيوب. فالله يشفي يا رب وان شاء الله يتحسن باسرع وقت. ولا تنسوني يا حبايب تدولوا بالكومنتات وحطوكم الستوري شوفوه. باي، اسف اني اختفيت امبارح، كنت مريض اوكي، بس صرت كويس. روح حاليا ريدر وجاس وهل هم راح يتصالحون؟ فنزلوا شوية ستوريات كان من داخل المكان نفسه يا حبايب، مثل ما شايفين ستوريات من داخل الجامعة مالتهم. فتتوقعون يا حبايب انه التقوا ويا بعض، صار بيناتهم كلام، ممكن يتصالحون، ما ادري صراحة. شنو يا حبايب الكومنتات، شاركوا بهذا الخبر، وهل انتم راح تفرحون بهذا الشيء اذا صار او راح تزعلون؟ روح حاليا القمر الطاي والمتابعين اللي صاروا يفضحوها انه هي قاعده تكذب. في اليوم نزلت شويه ستوريات قاعده تقول بيها انه الانستغرام حاب يسوي لها مفاجاه ورجع لها الصور القديمه مالتها، ولكن الاغلب يقول ان الموضوع كذب يا حبايب، انه ما هي رجعت هذه الصور، ونوعا ما هو تهديد النورمار اذا انتم قاعدين تنشرون صور بيني وبين النورمار، صور حب، لانه هي قاعده تصور ويا ايمو، هي هم راح تطلع وتفضح انه الفريق كان يكذب لما قال انه الصور طالت ابلاغات، ولما بالحقيقه كان هم اللي حاذ فيها. ويمكن هم رجعوا هددوها مره ثانيه، هذا اللي خلاها تطلع وتقول انه الانستغرام هو رجع لها. ودري على هذا الموضوع يا حبايب، انه نفترض فعليا انستغرام هو اللي رجع لها هذه الصور القديمه، فهل يا ترى الانستغرام مثلا يعرف انه بين يارا وقمر اكو مشكله بحيث الصور الوحيده اللي مرجع لها هي القمر بين الصور القديمه هي صوره يارا وقمر؟ ما ادري اكتبوا بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر، هل تتوقعون القمر اذا تكذب او لا؟ وروح حاليا نور مارو شنو حكى على قمر الطائي ويارا كوين؟ فشاف هذا حدث مباشر يا حبايب، وهذا ابن ايلويا صار تسال انه هل القمر مار حبيبتك؟ فهو نوعا ما تلبك وحاول يتهرب من الجواب. شوفوا المقطع شوفوه. Say hi to Gumar. Who's Gumar? Who's Gumar? Zamun? I don't know. Gumar, Zamun? Yes, yes, yes. Wait, yeah? wait. Yes, wait. Zamun. What? La, Igun Gumar, Muna Gumar. Zamun? Yeah, okay, Zamun. Don't ask me that. Ask you about me. Huh? Yes. Yes. Okay, okay. خويته قمر خويته يقول خويته مين مي شو مين أمر don't ask me بيقولوا إن أمر don't ask me another basis ask about me just about اسألي بس لألو اسألي عن حاله أدري بس شو اسمه قاعدة أشوف الكومنتات يقولون سألي عن يارا don't read the comments ask in your hand انت تدركنا انا قاعد اقرا الكومنت you say to your friend ask me something I will speak عبد لك انه انت شلون عم تفهم عليها ما هي حكيت بالعربي هون وبالختام اميره الحسين يا حبايب التقى هوياسيه وحتى جيلو، فنزل شويه ستوريات عن الالتقاء يا حبايب راح اعطيكم اياها كلها شوفوها، ويقولون دي يصورون فيديو كليب شكل الاميره يا حبايب. اكيد هذا الفيديو كليب راح يكون كلش ناري، وحسب ما قالت اميره انه اكو شيء غريب راح يصير او صدمه نوعا ما، لحسب بصراحه ما اتوقع انه جيلو وسيما واخيرا راح يتصالحون، بما انهم حاليا كلهم ويا بعض بنفس المكان اكو راح اعطيكم الستوريات شوفوها. والنبي ما عرفته جايز، قلبي والنبي ما عرفته، شو عم تعملي هون؟ هاي شوفوا مين لقيت، شوفوا عم تدور علي والنبي لك هاي كيفكم؟ يسعد صباحكم، شوفوا مين اجى؟ جايز اول ما جيت خلتني اروح اشتغل اخذنا التكت، يعني هن التكتات عم اقول له حطوهن على السياره امور جيلو جعفر كيفك؟ نورين جايز، هاي المفاجأة اللي حكيت لكم عليها امور صارت. طيب مثل ما شفتوا معي جعفر اليوم، وكمان انا وجعفر راح نبلش بالكليب جايز، راح نسوي لها كليب هالمره جيلو بستوديو، هاي الحبه اشكالها تعرفون يعني راح ارتبها وطلع جيلو في حدا ثاني كمان، هاي مفاجاه هذيك المفاجاه الاكبر تمام ايه. بس انتم تعرفوني وتعرفوها فبيناتنا راح يصير شغل خرافي، تحياتنا لمحمد كريم عراق استاذ قديم جايز هاي اول مفاجاه اسمعوا عشان ما يسمعني يلا جايتك هاي اول مفاجاه بصوا حبابنا وصلت المقطع فجر هذا مقطع باللايكات ثالث مقطع التوالي احبكم دعموني وبس جاكم فيها الزين مقاطع القصص مع السلامه